تدريس الأمازيغية، احنا أولا هذه العملية ديال التعميم هي عملية اللي انطلقت بواحد لكن غتكون واحد المواكبة وغادي يكون واحد المتابعة ديال شنو هما النتائج سنة بعد سنة. بغينا هذا الهدف نوصلوا له في التواريخ اللي احنا حددناها، وتنعتبروا بان عندنا الامكانيات باش نوصلوا لها. باش نوصلوا لهذا الهدف خصنا نرفعوا من عدد الاساتذه اللي هما تيدرسوا الامازيغيه. جزء من هاد الاساتذه هما مختصين، وحنا الوتيره ديال توظيف اساتذه مختصين في الامازيغيه مشينا رفعناها السنه الماضيه، دابا اليوم 400 استاذ، وغنستمروا في هذه الوتيره ديال 400 كل سنه، ولكن هذا غير كافي. ولهذا حنا ايضا لان في واحد العدد ديال المؤسسات ما كاينش العدد ديال الاقسام الكافيه باش الا خدينا استاذ مخصص يكون عنده 30 ساعه ديالو يمكن له يقوم يدير لي زورت سيرفيس ديالو. ولهذا تنشتغلوا ايضا بعنا اساتذه اللي هما تيدرسوا الامازيغيه وتيدرسوا اما العربيه او الفرنسيه. ولهذا هذا تيفسر علاش مشينا في هذا الاتجاه. والتلاميذ عندهم ثلاثه سوايع ديال الامازيغيه في الابتدائي كل اسبوع، اللي هي مخصصه لتدريس اللغه.